أهلا بحضراتكم معانا مرة تانية. بنكمل أخبارنا النهاردة الظهر. تم توقيع بروتوكول تعاون بين بيت العائلة المصرية وبين روتري، بالتحديد نادي روتري التحرير ونادي روتري رقودة، لخدمة المجتمع وتنميته. البروتوكول بيهدف لعمل مشروعات تخدم المجتمع المصري في القرى الأكثر احتياجا بمصر. الحقيقة دي يعني خطوة رائعة، ونادي روتري ليه يعني تاريخ طويل في العمل الخدمي في مصر، وكونه ان هو يحط امكانياته وامواله مع بيت العائلة لتخطيط مشروعات في القرى الاكثر احتياجا لتنمية مجتمع هذه المناطق، الحقيقة ده موضوع رائع، وفي القريب العاجل ان شاء الله نعرض على حضراتكم هذه المشروعات، نعرض على حضراتكم هذه النتائج الجيدة لتوقيع هذا البروتوكول. طبعا احنا يعني انا شفت مفيش قدامي تفاصيل في الخبر، لكن شفنا نيافة الحبر الجليل الان بارمية ودكتور محمد ابو زيد الامير الامناء العموم لبيت العائلة المصرية، هم اللي كانوا بيوقعوا في الصور زي ما حضراتكم شفتوا، وان شاء الله يكون في خير كتير من وراء هذا البروتوكول.